احنا كانت حقيقه الرساله ذو بعدين. البعد الاول كانت موجهه للفرس الساكنين في جغرافيه الاحواز، ونحن اعرجنا عليها وبدقه، قلنا جغرافيه الاحواز ما نطلق عليها بجغرافيه الاحواز، هي من مدينه ايلام الى مضيق هرمز. هاي النقطه الاولى. الكلام حينما استخدمنا كلمه هامبتونانو فارسما او مواطنين من الفرس، هم نقصد الششتريين، واقول الششتريين والدسابله والعجم الاخرين الموجودين في المدن الاحوازيه الاخرى. واكرر حقيقه حسب توجهنا نحن باللجنه التنفيذيه لاعاده شرعيه دوله الاحواز، اي شخص مقيم في هاي الجغرافيا من مدينه ايلام الى مضيق هرمز، اي شخص مهما يريد يكون دينه او عرقه او لغته او مهما يريد يكون فارسيا ام لريا ام كرديا ام ششتريا، هو مواطن احوازي ومواطن احوازي بامتياز اذا خضع الى القوانين باذن الله راح تسنها الدوله الاحوازيه للتعامل مع مواطنيها. نحن لا نستطيع نقول للمجتمع الدولي تفضلوا اعترفوا فينا، اعترفوا بدولتنا يا الامريكان يا الاوروبيين يا العرب، وبالتالي نفس الوقت نقول لهم والله اذا وصلنا لسده الحكم في الاحواز سوف نبيد الاعجم، سوف نبيد الششتريين والدسابله واللور وكل ما موجود على ارضنا. مش ممكن هذا احد يعترف بنا او احد يحترمنا. فبالتالي حينما استخدمت كلمه هامبتون النفارسما، المقصود فيها وبالضبط موجهه للفرس المقيمين على ارض الاحواز، اذا كنتم